اهتمام القيادة الرشيدة ومتابعتها للملف الإسكاني ألقى بظلاله على واقع الحركة الإسكانية في مملكة البحرين التي شهدت تطورا ملحوظا بحسب التقرير السنوي لعام 2015 وزارة الإسكان سعد شاهدة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية ببناء 40 ألف وحدة سكنية وتقليص قوائم الانتظار إضافة إلى تطوير السياسات الإسكانية مشاريع مدن البحرين الجديدة هي الركيزة الأساسية لرؤية وزارة الإسكان لبناء 25 ألف وحدة سكنية والتي حددها برنامج عمل الحكومة فمن يرصد حيثيات الملف الإسكاني خلال السنوات الأخيرة سيلاحظ بأن هذا الملف بالتحديد حظي باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة من خلال التوجيهات الملكية السامية ببناء 40 وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة من جهة وأن سرعة وتيرة العمل في تنفيذ هذا التوجه اصبحت تخطو بخطوات سريعه ليس في بناء الوحدات فحسب وانما في توزيع الوحدات السكنيه على المواطنين وتطوير السياسات الاسكانيه من جهه اخرى. وزاره الاسكان تقوم بتنفيذ خمس مدن في ان واحد وهذا بحد ذاته حجم كبير اذا قارنا بعدد المشاريع وبكلفه المشاريع وعدد الوحدات السكنية المأمونة إنجازها خلال الأربع سنوات القادمة واللي تقع من ضمن برنامج عمل الحكومة أعلننا العام الماضي عن توزيع وتخصيص أكثر من 6000 وحدة سكنية وخصصنا عام 2015 وفي الحقيقة الآن ما تبقى من هذا العام إن شاء الله راح يتم استدعاء المواطنين لتسليم وتخصيص ما تبقى من هذه السته الاف وحده سكنيه وفي سياق جهودها لتنفيذ المحاور الاسكانيه الاخرى في البرنامج فقد اشارت الوزاره الى انها استطاعت ان تقطع شوطا طويلا في محور تطوير السياسات الاسكانيه عبر اطلاقها للعديد من المبادرات الاسكانيه لعل من ابرزها اطلاق اول مشروع شراكه مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي اضافه الى اقرار وزاره الاسكان للمعايير الاسكانيه الجديده في اكتوبر الماضي بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وهي المعايير التي لبت نسبة كبيرة من تطلعات المواطنين. طبعا لا نزال نعمل باقصى طاقتنا في في المدن. هناك انجاز كبير وملحوظ في المدينه الشماليه وايضا هناك انجاز كبير وملحوظ في مدينه شرق الحد. ايضا هناك انجاز في اسكان المحافظه الجنوبيه ونامل ان شاء الله ان يتم البدء في تنفيذ اول 1200 وحدة سكنية في مشروع الرمل الإسكاني مع بناية العام القادم بداية 2016 ويبقى إن شاء الله أمامنا مشروع مدينة شرق سترة مؤمن إن شاء الله أن نستكمل كل التصاميم ومخطط أن نطرح مناقصة أيضا بحد أقصى منتصف العام القادم متى ما طبعا توفرت المخصصات المالية لذلك وزارة الإسكان تسعى جاهدة إلى تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية وتقليص قوائم الانتظار خلال النصف الأول من عام 2016 والعمل على الانتهاء من عدد من المشاريع الإسكانية في جميع محافظات المملكة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين